ومما يمتاز به الثموديين هو نقل الصورة لنا من حياتهم الاجتماعية، حياة الراعي، حياة الإبل وعلاقتهم مع الإبل الكثيرة. ومن هذه المشاهد ما نشاهده ويشاهده كثير من الزوار في موقع راطة والمنجور التابعة لمنطقة حائل. ومن هذه الرسومات الرسم المميز جدا لحال الناقة حينما كانت ترضع فصيلها، بل هي ناقتين كما تشاهدون على الصورة وبالتلوين ملونها الآن، ناقة وقفت وأصلبت ومدت عنقها نحو السماء وقامت ترضع فصيلها. أيضا هناك ناقة أخرى بنفس الرسم، لاحظ فرق الرسم هنا، فأصغر الرسم بنسبة محددة. هذه الناقة أصغر ولذلك فصيلها أصغر. هذا من الفن الهندسي وفن الرسم عند الثموديين في ذلك الزمن. هذه الرسومات هي محط انظار العالم، ونقول للعالم تعالوا وشاهدوا ما عندنا في راطة والمنجور في منطقة حائل، وكذلك في جبة وفي غيرها من المناطق التي مسجلة في قائمة التراث العالمي اليونسكو.